اهلا بيكم في فيديو جديد. طبعا دي تاني مرة او تالت مرة بطلع فيها وانا بعمل ريكورد، بس ان شاء الله المرة الجاية هبدأ اصور نفسي. نتكلم بقى على موضوع الشانل دي اللي هي فيجر اند بيل فيديوز. الشانل دي هنبدأ من بداية الصيف، هبدأ ايه اصور نفسي بيها. طبعا انا وقريبي بنشتغل فيها، فهو اسمه يوسف ماهر وانا اسمي يوسف ياسر. تمام، نبدأ من اول الصيف. هبدأ اعمل فيديوهات ريفيوز عن موبايلات او كاميرا وعن شركات كتيرة، ابل، سامسونج، شاومي، هواوي، اي شركة. هجيب موبايل واعمل عليه ريفيو وتحديات ومقالب، وهنعمل كل حاجة في الصيف. بس في الدراسة عشان هو ساكن بعيد عني فمش بنقدر نصور مع بعض. تمام، هوريكوا بس ايه، هوريكوا الشكل عشان انا منزل صورة على الشانل. هوريكوا بس الفرق ما بين الصور اهي، او يوسف ماهر اللي هو قدام اللي هو بيصور بالكاميرا، اللي هو انا بقى، انا اللي ورا، انا اللي لابس ابيض ده اللي هو انا اللي بتكلم. انا اسمي يوسف ياسر، اللي قدام يوسف ماهر هو ساكن بعيد عني. تمام، في الصيف هنصور كل يوم مع بعض فيديوهات. تمام، الشانل اللي هيستنى اوريلكم. ياريت كلكم تعملوا سبسكرايب عشان تدعموني واكمل في الشانل. عندي 157 اهي فيجر اند بيل فيديوز. تمام، انا عندي 157 عايز اكملهم 160 ياريت. طبعا انا طبعا من اول برضو الفيديو اللي جاي انا بدأت اجيب لوجو جديد للشانل، وبدأت اجيب انترو، وهبدأ اطور من المونتاج بتاعي شوية، وهبدأ اعمل حاجات كتير احسن. تمام، وبس كده خلاص، ده الموضوع. وياريت تعملوا سبسكرايب وتعملوا شير للفيديو او لايك لأي حاجة. في بس حاجة اقولكوا عليها، في الصيف كل يوم هنبدأ نعمل تحديات وكل حاجة وريفيوز موبايلات كل حاجة. تمام، يلا، السلام عليكم.